وخلينا نتكلم كده، نبدأ من مباراة الإنتاج اللي هي يوم الثلاثاء إن شاء الله، وتقولي شايف المباراة دي فنيا إزاي وإزاي موسيماني هيتعامل معاها. يعني هو في البداية يعني طبعا النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة سواء على مستوى البطولات اللي بيشارك فيها الفترة اللي فاتت، وطبعا بنهنيه وبنهني النادي الأهلي وبنهني جماهيره طبعا بالبطولات بالثلاثية. يعني طبعا النادي الأهلي ومستر موسيماني مركزين جدا في كل مباراة بياخدوها على حدة، لأن طبعا الفترة اللي فاتت كان في إصابات سواء إصابات عضلية أو إصابات بسبب كورونا، فكل ده بيحصل لخبطة عند المدير الفني وعند الجهاز الفني في ان انت تحط تشكيل معين او قوام معين للفريق ممكن اقدر احافظ عليه ويبقى فيه ثبات كمان في سواء في تشكيل او في الاداء. فالفتره اللي جايه دي مستر موسيماني طبعا على قد ما بنشوف يعني او احنا بنشوف الفتره اللي فاتت ان هو بيحاول يظهر جوانب فنيه عند بعض اللعيبه في مراكز مش بتاعتها. يعني الماتش اللي فات ماتش سيراميكا اكرم كان في نص الملعب وبعد كده بقى يلعب باك رايت واجاد فيه وادى بشكل كويس جدا. يعني الماتش اللي قبله كان احمد رمضان بيكهام، فكل ده من العناصر اللي هي بتبقى متاحه للمدير الفني ان هو يقدر يبقى عنده مرونه سواء في التشكيل الاساسي او حتى على دكه الاحتياط ان انا ممكن استعين باي حد في اي وقت من الاوقات. الحاجه الثانيه ان شاء الله يعني ممكن يكون ممكن التاثيرات زي ما بنقول الاصابات هي اللي ممكن تاثر على التشكيل. يعني احنا عندنا مثلا علي معلول اصابه من الماتش اللي فات وظهر النهارده، يمكن التقرير الطبي بيقول بنسبه 70 او 80% ان هو مش هيلحق الماتش اللي جاي، وجانب كمان ان محمود وحيد راجع من اصابه. برجح ان ممكن يحصل بس تغييره بسيطه ان ايمن اشرف يروح ناحيه الشمال مكان علي معلول ويؤدي فيها كويس لان لعب فيها كذا ماتش وبرده هو ده مكانه الاساسي برده، ويخش مكانه ياسر ابراهيم او سعد سمير لو متاح برده بشكل فني في المكان ده. واي حد هيلعب في التوقيت ده مع النادي الاهلي برضو بيقدر يؤدي سواء في مركزه او غير مركزه. التغييرات دي كلها انا يعني حتى انا شايف ما بتاثرش بشكل كبير قوي على اداء النادي الاهلي او حتى على التشكيل نفسه، لان طريقه اللعب ممكن تتغير في وقت من الاوقات لكن الاداء بيفضل برضو في يمكن فعلا تصعود. موسيماني بيتكلم انه الاصابات واصابات كورونا او الاصابات الثانيه بتجبره على ان هو يغير تشكيله اللعب يمكن كل مباراه عن الثانيه، بس فعلا بتلاقي في الاخر انه الاداء المستوى مش بيتغير بشكل كبير عن المباراه اللي قبلها. بس لازم اسالك على رايك في ظهور والتر بواليا الاول مع النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت. والله انا شايف بمجمل يعني ظهور جيد. احنا برضو ما نقدرش نحكم طبعا لسه من اول مباراه، ولكن دي اول مباراه يعني ما اقدرش احكم عليه لان برضو لازم ياخد فرصته. طبعا الفرصه دايما بنقولها سواء على المدير الفني لما بيجي يمسك اي فرقه زيه زي اللعيب برضو اللي بيبقى لسه جديد، انا ما اقدرش احكم عليه. ممكن اديله مثلا ماتشين ثلاثه، ومش معنى حتى لو كان ظهر في ماتش سيراميكا وهدف سواء هدف او اتنين او حتى جاب هاتريك ما اقدرش برضو احكم عليه واقول ان ده هو ده اللعيب اللي هو خلاص 100% بقى راس الحربه بتاع النادي الاهلي او راس الحربه الاساسي بتاع الفرقه، لان في وقت من الاوقات بيبقى اللعيب بيبقى في اول حاجه بيلعب بالدافعيه او الحاله النفسيه وعنده نشوه وعنده رغبه ان هو يبقى يثبت نفسه. هل الرغبه دي ممكن تستمر او الاراده بتاعت الرغبه بتاعته ممكن تستمر ممكن ماتش ماتشين ثلاثه؟ دي راجعه للعيب. لو فيها استمراريه هقدر اقول لك بعد كده احكم عليه بعد خمس ست ماتشات اقدر اقول ده فعلا ده راس الحربه الاساسي بتاع الفرقه. لكن في الاول بيبقى طبيعي ان انا عايز اثبت لجماهير النادي الاهلي ان انا راس حربه كف، ان انا استحق الفلوس اللي انا جيت بيها، ان انا استحق ان انا اكون متواجد مع النادي الاهلي في بطولاته اللي جايه. وان شاء الله يعني انا شايف مستبشر خير ان شاء الله يعني ويكون حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله.